50% من نفقه النقل احنا راح ندعموها وزاره التجاره، يعني هذا دعم الدوله لكم. ما يزال ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية يشكل عائقا للمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الدولية. ليأتي تخفيض تكاليف النقل والشحن كإجراء مهم لدعم الصادرات الجزائرية إلى جانب تسهيلات أخرى. يكون نسعى نخفض من تكلفة النقل، بس كواعيين تكلفة النقل هي عندها ان افي ان غران ان غران افي سور لا كومبيتيتيفيتي دو نو برودوي ا لانترناسيونال مالغري تو لي اوبستاكل كور دو روت. نهضروا مثلا بور لا موريتانيا عندك اون بيست كي ديباس لي 800 كيلومتر، مي ان شاء الله مع لا ترانساريان اون بورا بينيتري لا مارشي انترناسيونال. عدة إجراءات اتخذتها الحكومة لتحفيز المؤسسات الوطنية لا سيما الصغيرة والمتوسطة على اقتحام مجال التصدير في إطار إنعاش الاقتصاد الوطني ببدائل خارج قطاع المحروقات. عندنا توجد عندنا حوالي اكثر من 35 مؤسسة اللي راهي تصدر مباشرة الآن، خلق المناخ قانوني للسماح لأصحاب المؤسسات المصغرة من أجل تصدير منتجاتها، كذلك تسمح للمؤسسات المصغرة من التكوين في مجال التصدير، تسمح لها كذلك في المساهمة في كل التظاهرات الدولية والداخلية مع تخفيض في التكاليف وتكفل التكاليف من الجهات أخرى. الرفع من قيمة الصادرات الوطنية بعيدا عن البدائل النفطية استراتيجية تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة عبر إجراءات وتسهيلات تدعم المصدرين لتعزيز تواجدهم في السوق الدولية لا سيما الإفريقية للنهوض بالاقتصاد الوطني.